إحيائنا لهذه الذكرى فيه أولا الوفاء، الوفاء للقادة التاريخيين الذين ناضلوا من أجل استقلال المغرب والدودي عن وحدته واستقراره وأمنه وبناء الدولة المستقلة. الوفاء لكل الذين ناضلوا وقاوموا ضد الاستبداد والظلم. الوفاء لكل الذين استرخصوا حياتهم وسعادتهم من أجل هذا الوطن. ولكم في سجلات هيئة الإنصاف والمصالحة ما يؤكد حجم التضحيات التي قدمها أبناء هذه الحركة. إذن هناك الوفاء. العنصر الثاني لإحيائنا لهذه الذكرى هو توجيهات الملكية السامية في خطاب العرش وخطاب 20 وجد. اليوم المغرب بصدد واحد المحطة أساسية، أي في مفترق الطرق، هي نجحنا أن نقدم نموذجا للعالم غير ما وقع على شرقنا ولا جنوبنا ولا من هيار دول وفتن داخلية. نجحنا في تجاوز واحد المجموعة ديال الصعاب والعراقيل، لكن ما هو مطروح اليوم كما جاء في الخطاب الملكي هو ضرورة انخراطنا في أوراش وبرامج عمل، وبرامج عمل أكثر تطورا وأكثر سرعة لأجل استجابة للحاجات الاجتماعية الكامنة في المجتمع. وهذه استجابة تتطلب الكفاءات، وكل الكفاءات يجب أن تنخرط في هذا الأمر. لذلك تحدثنا أو أكدنا في هذه المحطة على الأفق الاتحادي الذي يجب أن يكون بواسطة المصالحة مع الذات أولا، أي داخل العائلة الاتحادية، والمصالحة مع المجتمع الذي لا شك أن حجم الخصاصات الذي كان فيه ونحن ندبر الشأن العام ترك بعض البصمات ديالو وخلنا ما كانش الاستجابة لكل الحاجات والخصاصات، وهذا الشيء ادى إلى ماذا. ولذلك هي محطة الذكرى 60 من أجل أن نتوجه للمستقبل، ولكن نريد أن نتوجه للمستقبل ونحن نعاين أننا الحركة اللي عندها 60 عام مشابهاتها لا قاريا ولا عالميا. الحركات التي ولدت معنا أينما كانت، كان شهيدنا المهدي بن حركة تحرر العالم الثالث وكان معه قادة تاريخيين، ابحثوا عن إطارات هؤلاء القادة وعن أحزابهم وأين وصلت. نعتز في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أننا النموذج الذي لا زال مستمر. أيه أصابنا كما يصيب كل ذات بعض الوهن، ولكن إحيائنا لهذه الذكرى هدفه هو تجاوز هذا الوهن. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.